ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توفيت في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة المؤثرة المغربية ماجدة مراحي المعروفة على مواقع التواصل باسم مرايا. وأعلنت حياة جبران صديقة المتوفاة ومديرة شركة جول إيفنتس عن الخبر الصادم عبر حسابها بموقع الإنستغرام قائلة: في ليلة مباركة لبت مجد العزيزة على قلبي الإنسان الطيب الخلوق مرضية الوالدين والصديقة الصادقة والمسالمة بشهادة الجميع نداء ربها هذه الليلة بعد وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة. ووفق مصادر مقربة من الراحلة، فقد أصيبت المؤثرة المغربية بجلطة دماغية مؤخرا أدخلت على إثرها للعناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء قبل وفاتها في الساعات الأولى من صباح الجمعة.